أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج حكي مصلاوي. وطبعا حلقتنا الجديدة هذا اليوم والفقرات الجديدة إن شاء الله تستمتعون معنا أكثر من خلال شاشة الموصلية. ضيفنا لهذا اليوم خطاط ومزخرف ورسام ورياضي المبدع فلاح حسن الجبوري. أهلا وسهلا بك ضيفنا بهذه الحلقة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن، والتحية إلى كل المشاهدين، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل إن شاء الله تعالى. أنت محبوب دائما واللي بيك معرفة قديمة، هذا الشيء شجعني أنه أنا أكون معاك في هذا اللقاء خاصة ونتعرف على شخصيتك وعلى إبداعاتك. همين هاي فرصة عظيمة أنه يجمعني هذه الحلقة بيني وبينك على شاشة المواصلية. إن شاء الله يا رب يكون اللقاء يرتقي إلى ذائقة الجمهور. اللهم آمين. حقيقة يعني سعيد جدا حقيقة، يعني خاصة تسلم لي. راح نحكي شوية، راح نتونس، راح نفرح، راح نضحك من خلال فقرات ترفيهية. وطبعا بما نحن الشباب همين أريد أطلع الجانب المرح من شخصيتك إن شاء الله ونحاول نتعرف عليك أكثر في بداية هذا الحوار. بداية أنت اشتغلت على نفسك في مجال الرسم أول شيء حسب علمي طبعا، بعدين منه انتقلت إلى التخطيط والزخرفة. وما أنسى أنه أنت أيضا رياضي مبدع، ولكن بما أنه برنامج حكي مصلاوي يهتم بالشباب الفنانين وكموضوع ثقافي فني، راح نتطرق أكثر على الجانب الفني من شخصيتك أنت يا أستاذ فلاح. فبداية احكي لي إيش كانت معك البداية بالرسم وأشقد كان عمرك؟ والله هي تعرف كل بداية تكون صعبة حقيقة، وخاصة خصوصا ممكن أطفال يعني كنا نرسم. ايه فاتذكر الوالد والوالده يقولوا لي يا ممكن ما ترسم يعني حاول اكتب لنا اي. تعرف احنا الموصل اغلبيتنا يعني محافظين، نحب يعني الكتابات مثلا يعني بعدين تقريبا ميول ديني اكثر. ميول ديني يعني احسن. الفن الاسلامي احسن يتضمن زخارف ويتضمن خطوط يعني عربيه. فقال اكتب لنا ايات قرانيه مثلا، فاتجهت انه اكتب الخط العربي، وصار عندي شغف بهذا الفن حقيقه، انه فن مبارك. منو شجعك غير الوالد والوالدة على الخط والزخرفة؟ بداية الخط يعني الزخرفة أعتقد جت مرحلة تالية. نعم، رجل أبو يوسف خطيب وإمام جامع العطشان يعني نصحني، قال لو أنا مكانك عندك تمتلك هاي الموهبة أروح أدرس عند خطاط، أبحث عن خطاط متمكن له اسم وخلال 10 سنوات تصير خطاط. حقيقة أنا يعني سمعت بهاي النصيحة، أنا من نوع ما أسمع نصيحة، بس بهذاك اليوم سمعت عنودي وسمعت بهاي النصيحة والحمد لله والشكر. لا انت موفق ان شاء الله. الله يبارك فيك. كنت عنودي انت مبدع. اكيد الله يبارك. يعني يهمنا ان احنا يعني نتعرف على الاعمال اللي انت اشتغلت عليها. فاتمنى من زميل المخرج يعطيني بعض هاي الاعمال بينما يعطيني هي. انا اريد تحكي لي ايضا كيف من الاشخاص غير الاستاذ اللي تفضل الفاضل اللي علمك وخلاك ممكن تحصل على جوائز. يلا شكرا جزيلا. ما شاء الله. هاي شيء كبيرة، بما انه هاي اكبر قلتهم خلينا نفتحها هي. ما شاء الله. احكي لي عن هاي قبل ما تجاوبني على السؤال. احكي لي عن هاي. هاي مسابقة طبعا صارت عن طريق الانترنت. بغداد وما اشتبكت عليك الاحصر الا ذوت ووريق وعمرك اخضر. اسمه اللي هو الخط؟ هذا خط القيرواني طبعا. الخط القيرواني. نعم نعم. مشاهدينا احسنت، حلو. لكم الحسنى وزيادة ان شاء الله استاذ. طبعا خلينا نخشع باقي الاعمال ايضا. وأخاف لا تقع من عندي أي عمل على الأرض. تمام. نشوف باقي الأعمال. أي طبعاً خط الثلث 3 ملم. أيوة. دي لوحة أيضاً موجودة اللي فزت بها مركز رابع مهرجان الأردن الدولي خلال هذا الشهر رمضان. نعم. وإنها جمك اليأس فاسجد. وإنما. وإنها جمك اليأس فاسجد. وإنها جمك. اليأس فاسجد. نعم. وإنها جمك اليأس فاسجد. فاسجد. طبعا انا احب الخطاطين لان عمليه الخط والزخرفه تهذب بالنفس. اكيد طبعا بالممارسه. نعم. فدائما يتصف بشخصيه الخطاط انه هادئ وشوي عنودي. يلا يلا خلينا نشوف باقي العبارات الحلوه. قل جميلا او تجمل بالسكوت. طبعا لها معنى وكلام يعني جميل حقيقه يعني عظيم. نعم. هذا اشنو اسمه الخط؟ ايضا ثلث. خط الثلث؟ نعم نعم خط الثلث جميل جدا. زين
عادة الأدوات للخط والزخرفة تكون مميزة. إحنا بعديد من اللقاءات نعم. مع خطاطين غشعنا القصبات اللي يستخدموها حلوة يعني. من جانب يمين وجانب اليسار. من جال نال. من جانا. من جال نال. من جال. ولا بالعكس ما عاد فقرها. من جال نال. جيد. عظيم. اسمه الخط. ايضا ثلث بس انا دائما ما احب يعني ابقى على المستهلك احب انه اغير بالكتابه غير. نعم زين خلينا نشوف غيرت باقي اللوحات هوني هاي كل شيء هباء الا ذكر الله بقاء عظيم عظيم حلو العباره اسمه الخط ايضا ثلث ايضا الثلث ما قلنا غيرت هذا من اصعب الخطوط حقيقه لا غيرت كفكره يعني يلا هاي هم ثلث نعم يا ام معبد كرري اوصافه فالضرع جف اقراها بهدوء وعلى كيفك وعلي صوتك يا أم معبد كرري أوصافه فالضرع جف وشاتنا عجفاء عجفاء أحسنت لكم الحسنة وزيادة أستاذ عبد الرحمن أتمنى لك التوفيق أجمعين إن شاء الله وياكم والمشاهدين إن شاء الله سنة التوفيق والسداد إن شاء الله تعالى ربي يحفظك إن شاء الله ويحفظك ويحفظك ويحفظ والدين إن شاء الله دائما وأبدا والدين المشاهدين إن شاء الله وكل نعم عن فضل زميل المخرج يتناوش من إيدي يتناوش بالمصلاوي يعني ياخذ نعم تمام طيب استاذ فلاح بعد ما احنا شفنا اعمالك الحلوه هسه تريد تحكي لي عن ابرز المشاركات والجوائز اللي انت حصلت عليها من خلال مشاركاتك بالاعمال الفنيه بالاضافه الى الانتقاله الرهيبه اللي انتقلت بها على الجانب الرياضي واهم النشاطات بالجانب الرياضي فقبل ان انتقل للجانب الرياضي احكي لي عن ابرز الجوائز والمشاركات اللي انت شاركتها والجوائز حصلت عليها من خلال مشاركاتك بالاعمال الفنيه والخطيه. طبعا ابرزها مهرجان الرواد العاشر الذي قم في بغداد. رحت على بغداد هناك وبعدين. نعم مهرجان القشله الدولي ايضا. مهرجان القشله. ومسابقه السفير طبعا. بما سنه مهرجان القشله؟ صار في محافظه كركوك. اها اوكي اوكي. نعم. أنا أيضا شاركت في بعض المهرجانات اللي صارت في القشلة بغداد نعم نعم ومهرجان الأردن حاليا اللي أحرز المركز الرابع بسبق مهرجان الأردن الرابع؟ مهرجان الأردن يعني أنت سافرت الأردن؟ لا الإلكتروني نعم أها أوكي عظيم أتمنى لك التوفيق أجمعين إن شاء الله كيف انتقلت الرياضة؟ وإيش هو اللي سحبك على الجانب الرياضي؟ تعرفوا احنا كنا طفل كان يطلع يعني اذكر كانت تطلع افلام جاكي شان جات لي يمكن صغار ايه كنا نتابع افلام ايه فصار لنا شغف ايضا بهذا الفن ورحنا ندرب فنون قتاليه ودربنا جودو وكاراتيه وتايكواندو اول رياضه دخلت بها شنو كانت؟ تايكواندو تايكواندو ايه؟ يعني انا ممكن اذا ازعل معاك احتمال تكون انا خسران بالاخير ايه؟ طبعا انا النوع عشان يقولها بالمصطلح ضيعت المشي يعني عن طريق الرياضه ليش؟ اكو مثل يقول عصفور قل الزرزور ضيع المشي احسن دخلت انواع الرياضه يعني ما ثبتت بنوع واحد من الرياضه يعني لعبت تايكواندو لعبت الكاراتيه لعبت الجو ايه؟ يعني احسب مركز شباب الموصل كنت اخلص بطوله ما جودو انزل بعد ساعه بطوله ما تايكواندو على صعيد الموصل يعني عندي جواز ومركزه ولا محصل بس من اطلع بطولات خارجيه يعني اسوي غير حركه غير لعبه واخسر اطلع طرد اوه يعني مثلا صار عندك يعني تخبط شويه ايه يعني كل الفنون اختلاط بالفنون القتاليه احسنت ايه صار عندك تخبط يعني مثلا ما يصير تضرب غير اللعبه تضرب يعني الوجه بالايد او بالقدم ايه فاني اضربه يعني متعمد يعني كاني انسى يعني الحركات الخاصه بالتايكواندو ايه تختلف عن الحركات تختلف عن الخاصه بالجودو او الكاراتيه ايه الجودو مصارعه صينيه اها ايه فانت من بالاختبار او بالمباراه تستخدم حركات من غير ايه واخسر فتعرض للخساره ايه سكوتشك اكيد طيب عندي فقره المصطلحات المصلاويه فقره سريعه هكذا شويه تعرف على المصطلحات المصلاويه عتيقه لان هي لهجتها هي اللي كانوا يستخدموها قبل نحافظ عليها وتبقى بذاك ان شاء الله تعالى ايش لك بالمصطلحات المصلاويه او ايش لك بالحكي المصلاوي تحكي مصلاوي بالبيت نوعا ما وين كان بس يعني طبعا العامية هسه ما مرت عليك فد مصطلح اسمه شناشيل اكيد طبعا مرت علينا الكل يعني طيب ايش معناته كلمه شناشيل او شنيشيل احنا نسميها بالمصلاوي قبل اكيد يلا لا اذكر يعني ما يعني ذكرني ولو جزء يصير يعني فد شيء
دائما يعني مثل هي بردة تقريبا بردة، ولكن الخيوط مالتها محشيه بالخرز، يعني ستارة من الخرز كانوا يسموها الشنيشيل. ايه صح صح. بينما بغداد شبابيك، هاي الشباب البارزة ايضا يسموها شناشيل بغداد. صح. فننتقل على المصطلح اللي بعده، من نقول ستوكات. ايش نقصد بها؟ يعني ايش عاطل مثلا او ستوكات؟ ستوكات ستوكات اي يعني ايش نقول يعني يعني ما زين مثلا او عاطل مثلا. سكراب. سكراب احسنت. ايه هذا معنى لا ينغشق الماي. لا ينغشق. ايه لا ينغشق الماي ايش نقصد بها؟ لا يعني ايش لا تنقع مثلا او لا لا ينغشق الماي. لا ينغشق الماي. اعطيني اجابه واضحه وسريعه. ما عرفت قل ما عرفت. ما اعرف من البدايه من الصبح. لا ينغشق الماي يعني لا ينطش الماي. اه ايه صح. فرنجي. شلون استاذ؟ فرنجي. فرنجي اعتقد هاي فاكهه. فرنجي فاكهه. ايش اي نوع من انواع الفاكهه؟ فرنجي بس اعرف فاكهه. زي هالفاكهه وين تستخدم يعني؟ وين تنكل بحضره تنكل معاها بالدولمه مثلا؟ لا بالدولمه اكيد. اعتقد هي نوع من الحمضيات اعتقد حسب. فرنجي طماطه. طماطه من الصلابي قبل كان اسمها فرنجي. زين شارك. ما اعرف استنى. مربيتش. مربيتش صنده. بخشيش. فلوس. كزدغان. ما اعرف استنى. هي نفسها بخشيش. مستشفى. خستخانة. أحسنت. الأزخانة. أنت قلت خستخانة، إذا قلت لك أزخانة إيش معناته؟ ما أعرف بس هاي من الطفل كنا نسمعها عند صيدلي. صيدلية. طبعاً أنا كلش يعني كلش سريع بالإجابة حتى ما أطولها. الله يسلمك. بس بعد عندي مصطلحات، عندي فد أربع خمس مصطلحات أخيرة. أشنو هي اللفاحة؟ لفاحة نسميها نحن بالمصلاوي اللفاحة. أشنو هي؟ اللفاحة تلف الرقبة خصوصا في فصل الشتاء. زين ايش راح تفهم اذا قلت لك لا تعمل قوغة؟ قوغة؟ اي ما اعرف. واحسن لك ما تعرف والله حتى خاف تعملها هذه. يقولون لك ما تكف عنها اللي هي الضوضاء. الضوضاء؟ ايه والعياذ بالله. شغبي. شغبي ايش نو هي؟ ماي نشرب بيها. اعتقد من شغب شيء تشرب بيه ماي. ايه من الفخار راح. عافيه احسن وعاء فخاري. طخماغ. طخماغ من فلشبيل. غماد وغمدي. غماد يعني ايش في العجوز والبوز على وجه مثل على حد قول. ايه غماد وغمدي. ايه صح. او مش سواد يعني سواد وجهي يعني اعتقد لعنه. لعنه. خلصت الفقره المصطلحات. راح نروح فاصل بس عندي فقرات كثيره من بعد الفاصل ناخذها ان شاء الله. حاضرين ونستمتع حاول شويه بهذا الوقت. ان شاء الله. ممكن هاي الألعاب اللي راح نلعبها ممكن نلعبوها بالبيت بهذا الأجواء. هاي الأجواء الضوجة والملل اللي داخل البيت نتمنى شوية تجددون من تفاعلكم مع الأهل وبالبيت بدون مشاكل رجاءً يعني. إن شاء الله. كونوا متسامحين معاكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وراجعين. رجعنا مرة ثانية معاكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. ونكمل معاكم في برنامج حكيم الصلاوي مع فقرة الهيدفون. فقرة الهيدفون طبعا هي لازم اول شيء نعم تركز معي. نعم. وانت ما تسمعني تقول لي يعني اقوله. اوكي. جاوبت صح اعطيك نقطة. تمام ان شاء الله. وكان حكيت لك عنه قبل اللقاء. نعم. وانت كنت حضرت الكلمات مثل ما حضرت الكلمات. اكيد. ايه انا حسب نظرتك هالشكل متحلف لي يعني. لا لا لا. ايه متحلف لي. انت صديقي واخوي. خلخال. بغداد. خلخال. خلخال. خيار. خيارة. خيارة طماطة برتقالة بغداد رايح جاي. لا هاي ولا هاي. عوفة. لا هاي ولا هاي عوفة. يعني هي لو انت بكام جاوبت كان جاوبت ذيك. اوكي. مسودن. 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 عافية. سبع لفات. سبع لفات. جيد جيد. يلا. صفر طاس.
صفر طاس. صفر طاس. بداعة تفاجئني مستحيل يا أخي. حاسة سادسة. سادسة الله يستر. وطن. وطن. مولدة. سبع صنايع. سبع صنايع. سبع صنايع. صباح الخير. صباح النور. سبع صنايع. سبع. سبع صنايع. 17. لا يحل ولا يربط. طبعا انا اعرف الجواب طبعا كان بس هنا اعتقد هاي خليني تعرف الجواب جاوب. يلا. لا يحل ولا يربط. عيب. لا يحل ولا يربط. اكل بياكل وشرب. اكل مثل ايش اي نوع ايش تاكل؟ باتشا. باتشا جوبل ثريد. اين انا عامل دايت ومع داخل جيم ما اطيق اضرب تشريب صراحه هاي التشريب والباتشا هاي راح اعوفها لك. لا لا يحل ولا يربط. لا ينحل ولا يربط. حلو. صاحب صديق. صعب. عيد. صاحب صديق. صاحب صديق. جن ايه صاحب ايش ايه صاحب 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 ايه صديق. ودين. صاحب. صاحب صديق. صديق. صاحب صديق. اوكي صحيح. اوكي جيد. طيني. استاذ بشرني استاذ حدنا زين. انت بداع. احنا على الهواء طبعا بعدنا على الهواء. ها وطبعا راح نتبادل الادوار. اوكي ليش لا. ماشي. هسه انا راح البسها. انا راح البسها طبعا مشاهدينا. هو ايضا محضر الكلمات وراح يسالني بها. دقيقه خلينا نشغلها. بعين استاذ عبد. سكر. احنا نبقى على الهواء. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما سووا بيا راح اقول كلمات هالمره بالانجليزي. استاذ حسن. استاذ فلاح انا ما عاد اسمعك جديات والله. حاول تركز حاول يعني. هلا هلا بي. بعين استاذ. حاول حاول. الخوه بالذمه شنو يقول. هلا هلا بي يعني. بيت جدي. بيت جدي. باذنجان. بيت جدي. بيت بيت السقيفي حيفي. بيت جدي. أعيني. بيت جدي. ما عفوفه. لفة فلافل. لفة فلافل. أحسن. برتقال. ها برتقال. برتقال. أحسن. ما شاء الله المرة بالإنجليزي. شيش كباب. شيش كباب. دورة الحمام. لا شيش كباب. كلين اسمه طبخ. شيش كباب. حمامة؟ لا رقة. شيش كباب. أحسن. مشاوي. لا راح لا إجا. إيش بلعيت؟ لا راح لا إجا. لا راح ولا جاء. أحسنت. ما شاء الله شاطر أستاذ عبد الرحمن ما شاء الله تعالى. عيونه مفتوحة. إيه. عيونه. عيد عيد. عينه مفتوحة. واحد نفجوع أكل. عينه مفتوحة. بلوي. عينه مفتوحة. أرد أساعدك. عينه مفتوحة. عين مفتوحة. أحسنت. يجرح وداوي. حغامي. يجرح وداوي. يجرح وداوي. أحسنت. هاي قربناها لك يعني. يجرح وداوي صح. بس النقطة بالنص. ما صوت عيلي. صوتي ناصي. أوكي جيد. عنقود عنب. شو بالله عيد. عنقود عنب.
عيد بارد ما تلق عيد. عنقود عنب. هاك الشيء ينحاش تقريبا. ايه وصلت وصلت وصلت. واكل عنقود عنب. احسن جيد. هاي خلصت كلمات وما خلصت. خلصت عافيه. شو البلوي اللي انا وقعت نفسي بيها. بس يعني تقريبا يعني ساعدناك شوي. انت جاوبت اعتقد افضل مني بوقتك او تعادلي جائز انه يكون اكيد انه جائز. واحنا بس عدنا عدات. أيه. يلا همشي الضحكه. ولا تنسى انه الفنان احساس. أيه. حقيقه وما شاء الله يعني احساسك يعني بدون يعني أيه كلمات تغلب جوك. اكيد ليش على بالك انا بلا احساس يعني. لا حشاك تحياتي حبيبي استاذ حسن. طبعا عندي فقره ثانيه. أوكي. هي فقره نعم او لا. نعم تمام. راح تجاوبني بالرقعه. اوكي خلينا نبلش بيها حتى اشرح لك عنك. جاهز تمام؟ جاهز جاهز. اوكي ان شاء الله تعالى. طبعا وهسه مشاهدينا راح نبدا فقره نعم او لا. وهي فقره كلش بسيطه. وطبعا انا واستاذ حسن وكل الضيوف بالبرنامج ممكن يعني الفقرات اللي نعملها ممكن بالبيت ايضا مع هيليك مع اخوتك ممكن ابوك بتقدر تطبقوها فقرات. بس مثل ما تشعون اكيد تغير اجواء ايضا. وصي ما شد العيون. وهاي رقعتين وعملتوهم بيدي بالبيت يعني انا غايت انه اعرفكم اشياء بسيطه ممكن تونس بيها بالظروف الكورونيه هذه. اول شيء راح اعطيك هذه الرقعتين ان شاء الله. تفضل استاذ فلاح مسك هاي احترت. يلا هسه تيمه هو هسه هذه نعم ها وهذه لا تمام. راح اشد عيونك. اوكي. واسالك سؤال بدون ما تحكي تجاوب بالرقعة. نعم. نزل هاي ترفع هاي. أوكي. على حسب إجابتك. صح. احفظها هاي نعم وهاي لا. لا. أوكي. صح. واسمح لي هسه أنا بنفسي أشد عيونك. أوكي. يلا يا سبع حاول ما تزاغل يعني. ذكرتنا فيلم رياضة الدم. إيه أكو فيلم اسمه بيت الظلمات. إيه صح أعيشك بينه. ذكرتنا على أجواء الرياضة. سبع تمام ان شاء الله. زين عندي بس لحظه بالله عندي عوفه استخدمت عن تعديل بسيط. نعم هسه انزل من ايدك تمام. السؤال الاول يقول صحيح انت من تحكي دائما تكذب؟ حلو. صحيح ان انت افضل صوت مميز لك ومفضل هو صوت المولده صحيح؟ صح. اكثر كنت اكثر طالب كسلان بالمدرسه صحيح هذا الشيء؟ لا. زين طيب انت تحب ريحه البصل تعشقها عشق؟ زين صحيح انت دائما بكل الامتحانات تغش صرت تاكل ثريد بلا بصل؟ يعني قلب بجواب هو لم حاليا. زين انت اكو سؤال جاوبني عليه. اكيد لا تسمعني. صح انت تغش بكل الامتحانات؟ لا. صحيح انت ماكو الف وربع بجيبك؟ اكثر شيء بجيبك هو الف وربع ما اكثر صحيح؟ اكثر شعور حلو اكثر شعور حلو حسيت به لما شعر صغصغ يمشي على ايدك صحيح؟ لا. صحيح انت لما ينطفي الكهرباء بالليل تخاف ولازم تروح تاخذ معاك احد اذا رحت على المطبخ صحيح؟ زين لما انت تحس بالجوع تبكي؟ زين دائما قبل ما تنام بسمع قصة من قصص الأطفال حتى تنام صحيح؟ ما تحب قصص الأطفال. زين تحب أحد من الحضور؟ تحب برنامج حكيم صلاوي؟ طبعا أنا على البركة عاد برفع ما أعرف صح أم لا. لا هي صحيح. طبعا نختم هذه الفقرة حتى ننتقل لفقرة ثانية. أنا أقول عاش تيدك وتطيق تحل هذه القماشاي. هاي ذكرت عاشتي لك والله جفلتني عبالك توم معاك
صباح النور. صباح النور. بما انه رجع لك النور انا اقول لك صباح النور. راح اساعدك. الله يسعدك. انا اسف على الله يسعد المشاهدين اخاف انه طيب عندي انتقل لفقرة ثانية اللي هي فقرة ملغي الكلام. نعم. بس اول شيء لازم نتخلص من هاي اللي بين يدي واتمنى يتناوشها مني استاذ زميل المخرج. طيب وهسه فقرة ملغي الكلام. فقرة ملغي الكلام اللي هي انا راح أأشر بكلب بايدي تمام؟ فقد تكون مسلسل او فيلم او مسرحية او اغنية. اي ليش لا؟ قد تكون كلمة كلمتين ثلاثة او اغنية. حاول تحزق اللي انا أأشر لك عليه. ان شاء الله. ركز معي. يلا. ما احكى ولا شيء. بس تركز معي حتى تجاوب سريع. مسلسل مسرح؟ لا ما مسرح. عدد مصرف؟ ملايين فلوس؟ نوزع لك فلوس مثلاً؟ اثنين ما اعرف السادة على ما اعطني غيرها. شون كل شيء ماكو. ما عرفت تحزن ولا كلمة. ايوه. هذا مسلسل يلا على اقلك من كلمتين. من كلمتين ايه. الكلمة الاولى ايه. هي الاولى هي يعني تقول فلوس اوكي على الجواب صح. ايه صح. بس اريد المفردة نفسها اللي هي المال. ايه. تمام. حاولتوا على الثانية ايه. تقول لي ما قلت شيء اصلا المال يعني البنون. المال والبنون. مسلسل قديم كل اللي كنا نطمش عليها يعني هاي طبعا اعتياد اغلب المشاهدين احتمال عرفوها قبلني وقبل يعني ما يقصدك المشاهدين عرفوها وانت ما عرفت بعدك طيب راح نحول على سؤال ثاني ان شاء الله اكيد تعرف المسرحيه ان شاء الله قلنا اكيد مسرحيه اي صح انا قبل فضحت نفسي من بدايه طلعت الاجابه راسا اوكي جديات مسرح اوكي اثنين على الشخصين على اثنين مسرحيه من كلمتين يرسمون شخصين يرسمون دقون الباب التلفزيونات بيها منافذ حتى واحد ينطي الخبر الصحيح او الكلام الصحيح كتابه على دفتر او قرايه او منضده اثنين يرسمون وقعت وما عرفت بعدك شوف ركز معي ركز انا غلط احكي بس خليني احكي
دراسة طالب يدرس مثلا قربت ما جيني وسيلة مساعدة اتصال بصديق ولا ضحكك مشاهدين الكرام انتم ساعدوني يعني الله الله بينا يلا يعبرها مثل ما يقول اسلمت تعبتك والله يسلب الناس رجل ياخذ اموال مثلا اعصاب مشاكل كاون مجموعه فيلم لا ما فيلم يلا نكبر ننسى نصغر نتذكر عادي لا ولا ولا ثانيه ولا بربك اكو واحد ما يعرف مدرسه المشاغبين ما خلت الشغله ما قلت لك عليها ما خلت لك هكذا مدرسه بدايه ما قلت لك هاي يعني قصه دورة وعاد اكتب عليها واشر عليها يا اخي عوفة هاي ما هاي يا اخي عرق لك قراي مدرسي راح لا عاد اكتب بس اعذرك بيها ولا يهمك مال تشكوش هاي هي هاي تطبط حركات الصيد دائما مدرسه من شاغبي مساحيك مش معروفه راح انتقل معاك بس والله العظيم انا ما توقعت راح اتكركب وضعي هالشكل وقعت مشاهدين شوف هاي وقعت مني يلا طبعا انا اعتذر منك يا مشاهدين حقيقة. لا لا ولا همك ولا همك ما جابت ولا وحده من هاي الفقره انا اهنيك وعشت ايدك فزت معي بهالفقره انا احييك صراحه ان شاء الله بالتوفيق للاسف خلص الوقت ان شاء الله يا ربي يعني احنا شويه انه غيرنا جو واستمتعنا ان شاء الله ولكن عندي فقره الامثال المصلاويه نعم. وايضا راح ناخذها ان شاء الله بسرعه نعم. مع شويه حديث عن هم طموحك انت نعم بالمستقبل تمام اكيد نعم حاليا ندخل بهذه الفقره الامثال وحتى نكمل بعدها ان شاء الله تمام عندي فقره الامثال واليوم انا كلش تعبتك لا بالعكس لا والله لو لا غاية ساعدتنا ونغير اجواء ايه بس على الاقل جاوب بملغ الكلام شويه لعمل لي واس يا اخي جاء ادرب عليه بعدين حتى نعيد بغير لقاء يلا حبيبي يلا عندي الفقره خمس امثال فقط راح اسالك بها حاول تخمنها حاول ترجم لي هي بمفهوم مختصر جدا ان شاء الله المثل الاول يقول ماكو زور يخلى من واوي يعني ايش ماكو زور يخلى من واوي هكذا يقولون والله هي بيها يعني هي لبالي بالك مواقف بس ما اريد اخف يعني ماكو مكان يخلى من محتال اكيد اكيد المثل بعد يقول الثاني اللي هو البطيخه ما تدود الا من لبه البطيخاي ما تدود الا من لبه ايش نقصد به هذا المثل احسنت عاش ايدك وش جواب الحصين مفتري على عود جلده طبعا تفسير المثل اللي بعده اللي قبله اقصد كان اللي كان بطيخه ما تدود الا من لبه يعني يضرب فين الاصلاح الفساد يعني الفساد الا من اساسه يكون يبدا من الاساس فالاصلاح لازم من الاساس المساله نعم حتى نقطع شجره الفشل وهي الامثال تضرب ولا تقاس طبعا المثل بعد يقول الحصيني مبتلي على جلده اي الحصيني مبتلي على جلده جاء واحد قال لك والله ابوي الحصيني مبتلي على جلده ايش يقصد بهذا المثل وايش معناه يعني أن يظن به سوءا وهو بريء. إيه صح. ظن السوء. زين. المثل بعد يقول الإبرة صارت عبرة. الإبرة صارت عبرة. يعني. فكر معي، فكر معي. الإبرة صارت عبرة. كيف ممكن أن تطيق ترجم لي هذا المثل؟ الإبرة صارت عبرة. أحسنت إجابة صحيحة أوكي المثل بعد يقول أقعد بالمكان اللي ما يقوموك منه
أحسنت على إجاباتك الصائبة والصحيحة في محلة. أنا أحييك صراحة وعجبتني حقيقة خاصة بباي الفقرة فقرة الأمثال حتى نختصر شنو طبعا. أتمنى أسمع يعني تحكي لي شوية يا أستاذ فلاح، أنا حبيت شخصيتك العفوية والبلية. أستاذ فلاح أشنو هي أكثر فكرة تحب تشتغل عليها في حياتك العملية والمهنية؟ والله هو الإخلاص الصدق بالعمل، يعني في أي عمل، أي نوع من نوع العمل تحب تشتغل عليه وتكرس عليه إنه حياتك، الرياضة أم الفن؟ والله حاليا يعني كرس كحياة هي يعني خصوصا يعني ببلدنا لا رياضة ولا فن، بس كما أحب يعني مو شرط إنه حصل منها مادة أو وين كان احنا ندور شطاره اكيد. واتمنى انه انت تحقق اهدافك واحلامك، قد انه اليوم تعبت معنا فما عاد تطيق تحضر افكارك اللي كنت مخططها، انا اعذرك واكيد انا اسف طولت عليك وعلى المشاهدين. اتمنى تكون هذه الحلقه ادراقت لمستوى ذائقه المشاهدين الشباب في كل مكان. انا احييك يا استاذ عبد الرحمن ما قدمته حي كان السادة، واشكر المخرج والخلف الكواليس بالخدمه، احنا دائما بخدمه كل الشباب المبدعين الفنانين في مدينه المواصل وبكل العراق، وفرصه لكل من يمتلك موهبه اي نوع من انواع الموهبه، اهم شيء تكون انت مؤمن بذاتك وواثق من نفسك حتى تكون يوم من الايام ضيفي في برنامج حكي مصلاوي ويرشعوك اهلك وناسك على شاشة التلفزيون، مفتخرين بك كلنا. اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك انت عزيزي المشاهد، وعلى نفسك انت همين يا اختي الكريمة، على اشتغلتك على موهبتك حتى نفتخر بكم بيوم من الايام. شكرا شكرا جزيلا مشاهدينا، كان معكم بالاعداد والتقديم عبد الرحمن سعد، مع السلامة.